عليك يا مولاي وامسنا عنك يا سلام ما يصفون سلام على المصلين والحمد لله رب العالمين. بايع سيدي بايع إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا في هذا البث المباشر أكيد انطلاق موسم مولاد إدريس بحضور شخصيات وزنة قبل قليل كما شاهدتوا معنا، ويعني فولكلور ديال الطائفة العيساوية كما شاهدتوا. بطبيعة الحال غتبقاو غنقلوا كل كبيرة وصغيرة في هذا الموسم. كل الحيثيات ديال هذا الموضوع بطبيعة الحال كانت قبل قليل احتفالات كبيرة، ومازال الموسم غيستمر اليوم الافتتاحي اليوم هنا في طار المرنسي، وغتبقاو معنا كل يعني كبيره وصغيره غيتم نقلها عبر قناتكم دائما وعبر تقنيه اللايف. غندخلوا نشوفوا افضل المرنسي وغنواصلوا معكم بطبيعه الحال كما كتشاهدوا بزاف ديال يعني الاحتفالات هنا. دار ديال الاجواء طبيعة الحال بعد ما كان وفد غارق قبل لحظات انقلنا كل كبيره وصغيره. غنرجع لكم متابعينا من خلال لايفات اخرين اللي غنضربكم بالاجواء داخل يعني مدينه فاس